يا سلام، ده مهرجان يا دكتور أنس، مهرجان وأدوات كثيرة وزخم وتفاصيل كثيرة جدا عشان تصور لنا فرحة الشعب. أنا أفتكر إنه ده يعني، خلينا نمشي لأستاذ زبير وبعدين أجيك. أنا أفتكر إنه هنا في نقلة برضو على مستوى التعريف الموسيقي إلى استخدام الذاكرة البصرية. صحيح، يعني الزول حول الموسيقى إلى حاجة مرئية. صحيح، ودي عبقرية كبيرة جدا في التأليف يعني. صحيح صحيح، وأنا أفتكر الذاكرة البصرية بتنفع مع المتلقي السوداني بكل تأكيد. هو أدى مساحة للتخيل، يعني السمع المصحوب بالخيال. نعم، أنت لو استمعت بس، لو استمعت بس بتوه، لكن لو أنت استمعت واستصحبت معاك الصور المتخيلة للعمل، ما تفتكر انه برعي؟ برضه برعي كان يعني برضه موغل في ما كان موغل في ذاتي، ما ذاتي برعي كان معني بالاخر، كان متماهي مع متماهي مع الاخر، يعني فرحه الشعب. والناس يحتاجوا دائما في التعبير عن قضايا الشعب وعن همومه وعن افراحه يسمعوا المسائل دي من خلال الغنى، الغنى المنظوم بكلامه بالحانه بادائه المعروف، لكن تبقى في مقطوعه موسيقيه تعبر عن فرحه شعب او تعبر عن مقدم العيد بهذا الألغ وبهذا الجمال. انا افتكر انه يعني هنا واحده من اهم اسرار عبقريه الراحل برعي. وخلينا نقول دي نقله ثالثه كمان برضو اللي على مستوى التفكير، انه مؤكد كيف الفنان يستخدم فكره في خدمه القضايا المجتمعيه. صحيح، دي برضه نقله على المستوى الثالث. صحيح، هو مع الاستيعاب لابعاد هذه القضايا برضو برعي اراد انه يقول كلام قوي ومؤثر، والناس يعني في ناس استوعبوه وفي ناس لسه ما استوعبوه. يعني برعي برضو دار يقول بصوت عالي جدا، دار يقول بصوت عالي جدا انه الموسيقى البحته دورها اذا ما كان اهم من الغناء ما اقل منه. نعم، يعني الرساله دي من خلال مجموعه بتاعت مقطوعات موسيقيه. انا افتكر انه نحن الان في هذا السودان نحتاج لهذه المقطوعات. انا افتكر انه طابور الصباح اللي بيبدا في المدارس بأصوات فيها مشاكل ذاتها، نشيط وطني ذاتي بيأدوا غلط. أنا قاعد جنب مدرسة 20 سنة بسمع النشيط الوطني ده غلط. غلط غلط، مش في 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 التيونينج بتاع الأداء، غلط ذاته في الكلمات. في الكلام ذاته في خطأ، لا في معلم بيصحح، لا في مدير بيصحح، لا في أستاذ بتاع مزيكا بيصحح. يعني أنا أفتكر إنه برعي ده هو معلم في المقام الأول. يعني غير عبقري وموسيقار، هو معلم، لكن معلم فصله كان كل الخارطة بتاعت الشعب السوداني. يا سلام، يعني الرجل كان يدرس ما في غرفة مغلقة. أعماله قدمها دي أنا مفتكرة إنه هي لكل، يعني حول السودان كله لفصل بتاع موسيقى عشان يستوعب. يا سلام، وأجيك يا دكتور أنس في حتة مهمة جدا، إنه أستاذ برعي أسس لمدرسة جديدة في التأليف الموسيقي. نعم، حتى استخدم جمل رشيقة حقته هو براو. نعم، وفرضها على واقع، يعني بقت خلاص جزء من النسيج الثقافي والاجتماعي والفني عندنا في الأوساط الفنية. فما رأيك في الكلام ده؟ الجمل القصيرة السريعة الراقصة دائما مدلولة، دائما متفائل. نعم، وفي الحالة دي فرحة أمة شعب. نعم، وفرحة يعني لو قلت بصريا في كسلة شكلها مختلف، وفي بورسودان شكلها مختلف، وفي دارفور شكلها مختلف. نعم، لكن كلها أفراح استطاع أن برعي يصوغها في عبارات قصيرة، عمل منها نسيج محكم. نعم، كأنما هو بيغزل في شيء، حاجة بينسج، كأنما هو بينسج في 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 جلابية أو بينسج في. نعم، عشان كده عارف المسألة تتم كيف. يعني هنا في الحتة دي بيعمل variation، بيعمل تغيير، وهنا بيعمل نماء، وهنا بيرجع تاني، وبعدين كلها تتلم كلها، وبعدين في النهاية ترجع لها. فهذا النسيج المحكم المنملم ده أراد برعي يعبر عن عواطف الناس. نعم، يعني فرحتي أنا في بالوطن تختلف عن فرحة طفل، عن أم، عن أب، عن قبيلة. فالفرحة دي لازم تكون يعني فيها الخصائص التالية: الجمل السهلة البسيطة، الإيقاع السريع، التشكيل الداخلي عشان ما تبقى مملة، التشكيل الداخلي من 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 تنمية ومن
ومن تلوين ومن تنويع ومن العوده الى 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 الاصل ثاني من جديد الف وبعدين ب في باب بعدين الف ثاني. عشان كده زي ما قال الاستاذ نادر الزبير هذا رجل متمكن من العود. يعني امسك العود خلي لي يعني هذه المقطوعه ما اخذت منه زمن طويل. نعم. يعني في مرات نحن بيجي كل مره واحده بس اعمل له شويه تسهيلات كده ويطلع يعني. وخاصة في الاذاعه انا شاهدت يعني بروفات يعني بتتم بسرعه شديده جدا يعني المقطوعات يعني لانه الناس حفظين وتعلموا على الحفظ السريع ده كيف وكيف يعزفوا يعني. بعدين كان في ناس بيوجهوا الناس بدهم برع يعني. برع ده ما كان بيقبل انه الكمانجات ما تدوزن قبل ما يعزفوا لازم يدوزنوها. ما بيقبل النشاز ما بيقبل زول يتجاوز ما يعني حاجات كثيره جدا. ولذلك كان حاسم ومنصف. نعم. فتاليفه ان شاء الله كده الناس اذا انتبهوا له يختلف عن تاليف بشير عباس. نعم. يختلف عن تاليف المزارع يختلف عن تاليف ود الحاوي يختلف عن تاليف الجيل الجديد ناس الفاتح حسين وناس العاقب ومحس ليمان وانت يختلف. نعم. لكن هو النبعي بتاعنا الاساسي. صحيح. نعم. هو صاحب مدرسه عظيمه جدا. نعم. ومباشره نمشي لملتقى النيلين. ملتقى النيلين معزوفه يمكن ناس كثار جدا يعني انا سمعتها بان هي كانت مشاركه لدول حوض النيل. وانه كانت مسابقه المفروض انه كل الدول الموجوده على حوض النيل انها تعمل مقطوعه للنيل. واستاذ مرعي محمد دفع الله عمل ملتقى النيلين وافتكر انها هي فازت يا دكتور انس. نعم. كلمنا عنها قبل ما نشتغلها او نشتغلها في الاول ونيجي نتكلم عنها. جدا بعدين نتكلم عنها. اوكي نشتغلها في الاول نتكلم عنها. ملتقى النيلين واحدة من الحياة العظيمة جدا والحياة الجميلة والحياة اللي فازت يعني في 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 مهرجان دول حوض النيل أو المسابقة دي يعني. قبل ما أجري لك يا دكتور أنس خلينا نمشي على أستاذ سعد الدين الطيب. ويا أستاذ سعد أنت وزعت يعني أعمال كبيرة جدا وكثير جدا لأستاذ برعي محمد دفع الله. داري أشوف إحساسك أنت كمؤلف موسيقي لما عملت مع هذه التجربة. يعني ماذا وجدت في تجربة أستاذ نبري محمد دفع الله؟ تفاجأت بشنو؟ الأحداث اللي لقتك وأنت شغال في الشغل ده. تفضل. طيب أول حاجة خليني أتكلم عن برعي. نحن طبعاً ما أبناء جيل برعي لكن كنا محظوظين في إنه حصلنا جزء من هذه الحياة الجميلة. أنا بتذكر كنت في الكلية في شارع 61
كنت بتلصص الوقت عشان امشي الاذاعه. كانوا من التالي الاقي ثلاثه اشخاص وكون عندي علاقه وطيده فيهم، استاذ محمديه، عبد الله الخضر، سليمان اكرد رحمه الله، محمديه رحمه الله، واستاذ ابراهيم رحمه الله. فاتيحت لي الفرصه اكثر، وكان اكثر ترحيما بي هو. يعني انا كنت مش اقعد مع استاذ برعي وتعرفت به ووريته انه انا طالب في الكليه وانا معجب جدا بحاجاتك وعايز اعرف انت قاعد تعمل الروايه دي كيف يعني. فكنت بتوقع صوت كبير بالنسبه لي، ولكن ابدا وجدت العكس تماما. وجدت انه استاذ برعي رجل جميل ورجل هادي، اكثر ما غاضني هو صمته، لكن بررته لانه هذا الصمت جواه درر كثيره جدا. يعني استاذ برعي كان بيديك القليل ما بيديك الكثير، لكن بيديك القليل الدسم. يعني حكايه انه انا اوزع لبرعي دي، انا وزعت الكثير من الاعمال لفرقه السمندل، اللي هي بالمناسبه يعني احنا كان مصدر احانه للموسيقى البحته هو استاذ برعي، بشير عباس، هؤلاء العمالقه الذين قدموا الكثير من الموسيقى البحته. كان مشكلتها في انه نحن هل حنستطيع تقديم التراث بنفس الطريقه وبنحافظ عليه بنفس الهويه؟ فده كان موضوع جدل ونقاش كثير جدا، الا ان نضجت السمندل وبعد ذاك استمرت يعني. لكن موضوع يا موضوع التوزيع ده تحديدا، انا واحد من الناس كنت يعني رغم انه وزعت قريب المئات الاعمال من عالجتها، ممكن اقول عالجتها، لانه التوزيع ده موضوع طويل وفيه جدل وفيه كلام كثير جدا. نعم. المهم في النهايه انت بتحسن الصوره عشان تقدمها، او بتلون اللوحه بالاحرى، هي اللوحه بالرصاص ممكن تضيف عليها الالوان، يعني ده ما يسمى نحن بنسميه التوزيع الموسيقي. الأعمال الوحيدة كنت خايف إنها أعمال برعي محمد رفع الله، لأنه أنت لما تخش في روح المؤلف وماذا يقصد المؤلف وتقوم تلوي له وعامل بتاعه، دي مسؤولية كبيرة جدا. غد تبتر المعنى أو تبتر الصورة الجمالية اللي هو خاتيها. فكنت بتردد إنه كنت بقول لذرياب، يا ذرياب عليك الله عافيني من الموضوع ده، ليس عدم مقدرة مني أنا، لكن خوفا من طمس الفكرة الأساسية. لكن في النهاية برعي كان زول جميل، وفي النهاية أنا كنت حريص على أنه أقدم صور أكثر من أنه أوزع. يعني أنا بتذكر في المرية الخضراء عملت صورة بتاعت خرير مياه وبيانو في الخلف كده، وإيحاء بأنه في حدث حاجة في مروج خضراء، جسدتها يمكن أكثر بصورة واضحة. وبعد ذلك طبعا يا إخوان نحن كموسيقيين عندنا، يعني لما أنت تجي تعزف لمؤلف ما، أي مؤلف أيا كان، ما بتكتشف جمالي. آه ممكن تحس بالموسيقى بتاعته جميلة، لكن إذا عايز تكتشف جمال الأشياء والكنوز اللي بداخلها، أقعد وخدت الورقة والقلم وأقعد قدام الكمبيوتر وعالج الموسيقى بتاعته، بتلقى إنه في كمية من الروعة والإبداع. يعني دائما إحنا الأعمال اللي بتكون مؤلفة تأليف صحيح، وزي ما قال قبل أستاذنا رسل عاقب، إنه هو لأنه عازف عود ماهر، ودائما أي عازف على آلته ماهر بيألف تأليف صح. لما تيجي توزع له ما بتلقى صعوبه في انك توزع له، لان الاشياء بتكون مخطوطه محلها، انت ما بتبذل مجهود كبير في انك تحرك الاشياء اكثر من مواقعها، الا في حتات نادره اذا اردت ان تعمل تحويل ميديوليشن حاجه زي دي. فانا كنت سعيد جدا بانه الحمد لله انه المساله نجحت. كنت مصر انه هذه الاعمال ما تتعمل كده، يعني تتوزع كده وتتقدم، الا تتسجل ونلعبها بلاي باك نحن ما دام كاتبين النوته، أو هي بعد ما تسجل، شان جودة أنا كنت حريص جدا شان جودة العمل، وشان عظمة برعي إنه هذه الأعمال تسجل في الاستديو وتجي تقدم ونحن نلعب عليها الصورة. وقد كان الحمد لله أنا سعيد جدا بهذا الكلام. وأنا دار أشير لحاجة واحدة مهمة جدا بالمناسبة، يعني أستاذ برعي، يعني أنا في حاجة عجبتني جدا في أغنية الوصية لمحمد وردي، جاي لحل محمد وردي، يعني جاي لحل غامة، عمل ثلاثة مقطوعات سينيوهات مختلفة في هذا اللحن. نحن عادة عندنا الموسيقى والمغني، موسيقى والمغني هي نفس الموسيقى، لكن هو في كل مقطع من هذه المقاطع عمل موسيقى مختلفة تماما. هذا يدل على عظمة من يريد أن يلحن له، وعظمة برعي نفسه في أنه عنده هذه الإمكانيات. رحم الله برعي. أنا كنت يعني أتمنى أتكلم أكثر وأكثر، لكن لا يسع المجال لأنه في أشياء كثيرة جدا. هو حقيقة يعني إحنا شاكرين لك جدا أستاذ سعد الدين الطيب، والكلام عن أستاذ برعي فعلا يعني زي ما قلت في عجالة ما بيتقال يعني، والحديث عنه يطول. وبعدين في تجربته برضه العظيمة جدا مع الراحل عبد العزيز محمد داوود، دي تجربة لازم نسلط عليها الضوء يعني في الأيام القادمة إن شاء الله.
لكن نحن في مشارف ختام حلقتنا للأسف الشديد عن برعي محمد دفع الله، وبالتأكيد يعني حاولنا أنه نضع يدنا على مواطن الجمال في هذه المدرسة الكبيرة والعظيمة، حاولنا أنه نتحسس الطريق، ولكن بالتأكيد هذه الدقائق لا تكفي لاستعراض تجربة عظيمة لفنان كبير زي أستاذنا برعي محمد دفع الله. أنا في الختام شاكر لكم جدا يعني هذا الكلام الجميل اللي اتقال، وخلونا نكفي على غير العادة بواحدة من أعماله الغنائية اللي عملها، تكون هي ختام لهذه الحلقة، وإن شاء الله ثانية. نعم. تقبل قلت تدعم المدرسة لبرعي. نعم. أنا أفتكر إنه جامعة متكفة لبرعي. نعم. لكن أفضل إذا دارين يعني نقدم وفاء حقيقي لبرعي نعمل مهرجان سنوي باسم برعي للموسيقى البحتة. نعم. يا سلام. ده كلام مهم جدا جدا، ورسالتك إن شاء الله تصل يعني. إن شاء الله. ولحد هنا إحنا بنكون وصلنا لختام هذه الحلقة. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.